السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، غادي نوجد معكم الحوت ولا لي بواسون في الفور ولا الفران. عندي التوابل، عندي معلقه سكينجبير، معلقه الكركم، معلقه الكمون، معلقه التحميره، شويه ديال السودانيه، نتوما على حساب الذوق، الوليدات ما كيبغيوهاش، والملحه حتى هي على حساب الذوق، والحوت بطبيعة الحال مغسول بهذه الطريقة. هذه عندي جوج حوتات صغار، هذا كبيرة، الفلفلة خضراء، فلفلة حمراء، البصلة، الحامض، قزبور معدنوس، جوج ريوس ديال الثوم حار على حساب الذوق، حبة ديال الطوماط، جوج حبات ديال البطاطا ولا بوم دو تيغ. دابا ان شاء الله غادي ندوزو طريقة التحضير. يلا دابا ندوزو طريقة التحضير. كما قلت لكم، الثوم، القزبور، معدنوس، بسم الله، فوالا التوابل، الحوت، غادي نشرملو دابا الحوت، نهزو شويه شويه من التوابل، فوالا، وكنخليو الخضر. ميلانج، نسيت ما قلت لكمش، عندي جو دو سيترون ولا الحامض، نخوي جو دو سيترون، الحامض واحد كيفاش كيسميه، باغا نخدم بيديا، شد حتى مزيان في القزبور ومعدنوس، طبزيرة دخل مزيان، كما هكا، إلا بغيتو الدقور. القور اللي بغا يطحن يطحنو، وانا تيعجبني ديما القزبور معدنوس، بقا فيهم الريحة ملي كطحنو شوية ما الجهد كيمشي، كيما قلت لكم على الحريرة، الله كنحكم غير هكا في التومة ولا التوم، سيرة، البنات راه مدرتش الزيت باش تدخل لينا مزيان التوابل في الحوت. يمكن لي غنزيد غير شويه ديال الماء باش الزيت ما كتخليش التوابل يدخلوا في الحوت ولا في الدجاج، ديما الماء احسن. شو كيفاش عطيه الماء الصوص كيجي بنين هاد الحوت. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا هكا حليتو، راس قطعت انا الريوس ديال الحوت، خليتهم الشمع كان عندي في الفريغو، مزيان كتدخل مزيان التوابل هكا، البيض غادي نحلو شويه بالموس، لا ما مشوش الصغير، الحوت راه صحي وفي الفوغ كيجي اكثر صحي حيت كيغردي فيتامين شحال ملي كنطيبو في الزيت. هاد الصغيور تاهو تنهدوه مزيان، نحلوه هكا، هدا يمكن يكون تقليو في الزيت ولكن انا كنفضل في الفوغ، ما كان الزيت ما كتكرفسناش لا كويزين، امتى كنخليو الفيتامين فيه. التوابل اللي بقات صوبو بها الخضار حتى هي غادي نحيد هاد الطبيسات من هنا، حتى هي غادي ندير شويه الماء، هانتوما كما كتشوفو البطاطا، كتشرب لينا مزيان، الحوت باش الماء نديرو في الصينية، نبداو البطاطا، شد لينا الطياب اللولة، بسم الله،
تجي بنينه. بقاو نسدفو هاد البطاطا مزيان. انا قلت لكم شحال ديال الخضر، نتوما تبقاو على حساب الاشخاص اللي عندكم في الدار. فوالا بسمة حتى هي خصها تشرب، بسمة خصها حتى هي تقطع هكا دواور. هانتوما كيما كتشوفو البنات كلشي بعينيكم، كلشي لذيدة. فالا فيلا خصهم يشربو، تبعو هاد المرحلة يا البنات غادي تعجبكم إن شاء الله. البنات كيما قلتلكم كيجي زوين، كتسالي دابا في الصيف مكنبغيوش بزاف ديال المرقة وداكشي، الحوت والشليضة الله يجعل البركة. نحطو غير هكا عشوائي وصافي. هي طوناط براسها غادي ندوزها في لاصوص، باش كتعطي واحد لاصوص فنة. ولا دابا طوماط، هي طوماط غادي تعطي لها مزيان لاصوص. يلا كيما كتشوفوا الحوت كيما قلت لكم هو قطعته كيجي كيما هكا. بسم الله فوالا، نحطوا الحوتات ديالنا. ومره اخرى ان شاء الله غادي ندير معكم الحوت معمر الشعريه السنيه ولا فيرميسال. هانتوما غادي نزيد شويه د الماء البنات باش ما نزيدش كاع الماء، بلاتي غادي ندير غير مقادير نيشان ما نزيدش باش يبقى داكشي زوين الذوق، باش يعطي الذوق زوين. هانتوما الثمن ديال الكاس ديال الماء، نتمنى يبان لكم مزيان. وما تخويوش على الحوته، خويو على جناب الحوته. الثمن ديال الكاس كيما قلت لكم فوالا. دابا دوزو سيترون، ما تنساوش هادي ضروري انا يعني عندي، انا هادي معروفه عليها انا هادي. انا غادي نشوف فين غادي نحطها، نحط غير هنايا. وانا دابا الفران عندي راه سخون، غادي ندخل نشعلو ملي يطيب ونرجع معكم. من بعد ما خرجتو من الفوق ولا من الفران، ها هو داك لو بابي كويسون. نسيت البنات سمحوا لي ما قلت لكم شدي البابي كويسون، ها هو كيجي كيما هكا، كيجي كيشهي. نشهيتكم فيها البنات، حقكم في الجنه. ورافقتو مع لي بات على كريم. ان شاء الله الى الفيديو المقبل، ما تنساوناش من البارطاج والجيم لايك ان شاء الله، ولي كومونتير ديالكم كنشكركم بزاف عليهم البنات، كيفرحوني وكتاخذوا من وقتكم باش تكتبوا ليا. الى فيديو المقبل ان شاء الله.